احنا كنا في السعوديه وكنت في استاذ في كليه الشريعه ومع اساتذه ومعي رئيس بعثه بتاعتنا ورئيس بعثه المعارف. رئيس بعثتنا غفر الله له ورحمه الشيخ زكي غيث. رئيس بعثه المعارف صلاح بك الباقر. اللي كان ويانا الشيخ محمد ابو علي اللي هو كان شيخ مع الطنطا هنا وكان استاذ ويانا، والشيخ ابراهيم عطيه ويانا، الشيخ محمد ابو طالب شاهين. كل دول كانوا ويانا وبنجلس في الفندق كل ليله ومعنا يعتبر يعني شيخ علماء المملكه السعوديه اللي كنا نعرفه الان السيد اسحاق عزوز. فكل ما نقعد نتناقش في بعض الايه، فمن ضمن الاشياء اللي اثرها الشيخ ابراهيم عطيه في انه ايه كان بيقرا في القرطبي وجي عند كلمه السبعه دي وبيقرا فيها ايه، ان سيدنا عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب لسيدنا ابن عباس: يا ابن عباس، اتعرف متى ليله القدر؟ امتى؟ فقال له يعني خلي بالظن انها يوم 27 ليله 27. فقال له: لان ربنا خلق الايه سبع سماوات وخلق الانسان في سبع مراحل ونزل له مقومات حياه سبع ايه مراحل ومش عارف ايه وبتاع، فدي تبقى انا قلت انها 27. لما قال لنا الكلام ده قلنا طب باش يعني اسمها سبع، طب ده هي 27 ودي كام؟ سبعة. ايش الحكايه دي؟ خلاص كده. فالشيخ محمد ابو علي اطال الله عمره قال: ما تقوموا بنا ندخل الحرم نصلي ركعتين لله، لان انت بتقول لنا كل ما يحزبنا امر نقوم نصلي، بلاش ما نصلي هنا في الاوتيل، نروح نصلي في الحرم ويمكن ربنا اياه. فقمنا. كان السيد اسحاق اللي هو الرجل العالم الفاضل المحقق عنده أصنص العلم ما كانش جه، فلما سأل علينا وقالوا لنا ده حرام قالنا، فلا أنا قاعدين انتوا ايه قاعدين ما شاء الله ايه تجمعوا على خير. فقلنا بقى الحكاية خلاص كده. احنا بنتناقش بعد ما صلينا اللي هي ركعتين سنة الطواف، واذا برجل الله نعرفه وعليه شبه الناس اللي يقولوا مكذوبين مش معتمد، فقعد وعمل ودنه كده وسمع لنا. أم قال: الله، هو النبي مش قال التمسوها في العشر الأواخر؟ ما تسيب العشرين يوم وتحسب. تسيب العشرين يوم دولي بس وبعدين نبص لهم نلاقيش. قعدنا سيبنا العشرين يوم كأن وحدة الزمن اللي هتوجد فيه ليلة القدر مش العشرين يوم دول، هو قال التمسوها في العشر الايه؟ الأواخر. والعشر الاواخر نعد بقى بيبقى هي الوحده. شوف السبع فيها مين؟ قال لك ليله 7 وايه؟ 20. وفوق كل ذي علم عليم. اطال الله عمر من بقي من هؤلاء وغفر الله ورضي عمن ايه؟ عمن ذهب. هات بقى